بالنسبه لهذا الحدث هذا كتنظموا جمعيه ليكسوس المهنيه للسائقين بمدينه العرائش بطبيعه الحال بالتنسيق مع السلطات المحليه ومع العديد من الجهات. خصوصا هذا اليوم هذا هو يوم يعني كنعتبره انا حدث بالنسبه لمدينه العرائش بمناسبه اليوم الوطني للسلامه الطرقيه. الحدث يعني فيه يومين، يعني اليوم الاول كان يوم تحسيسي اللي هو هذا النهار هذا، وبالنسبه للغدا ان شاء الله غادي تكون واحد الندوه في قاعه بحنيني كتناقش فيها، يعني غادي نناقشوا فيها الجديد في مدونه السير، مدونه السير عامه. بالنسبه لهذا اليوم هذا هو يوم اللي كيذكرنا صراحه بالخسائر سواء الماديه او البشريه لينا حنا كمواطنين، وكنتاسفوا لهذا الشيء هذا، وفي نفس الوقت يوم كيحفزنا وكيخلينا اننا نعملوا اكثر في التوعيه بان المواطن وفي التوعيه ديال السائقين المهنيين. وكنشكروا جميع الفاعلين اللي تدخلوا وساهموا من قريب او من بعيد في انجاح هذا الحدث هذا. وما ننساش نشكر السيد مدير المحطه اللي هيئ لنا هذا الفضاء هذا وما بخلش علينا بجميع المجهودات صراحه، يعني كانسان مسؤول بين على الوطنيه ديالو في انجاح هذا الحدث هذا. وما ننساش نشكر الاخوان الفاعلين والمساهمين في انجاح هذا الحدث هذا، كل من نار صالح الكره الوطنيه للسلامه الطرقيه، الامن الوطني، درك المكاكل والوقايه المدنيه، الجمعيه المغربيه للاغاثه والانقاذ، مايسترو، وكذلك شركه اوزيم بي برو للروسيكلاج. كنشكرهم كلهم من قريب او ومن بعيد. وكذلك كنجددوا الشكر لمدرسه البغاز للسياقه المهنيه، كنشكرهم حتى هما على المجهودات اللي بذلوها وعلى الحمله التحسيسيه حتى هما اللي داروا بمناسبه هذا اليوم الوطني في هذه المدينه. غير هاد الفكره ديال الجمعيه اللي درتوها، حنا كنا كنعرفوا فيها هذا يعني داخل المهنيين ديال التاكسيات انها كتكون عين نقابات نقابات، هاد الجمعيه اللي اسستوها جات بين انا ليش من الفكره هذه؟ الحمد لله بالنسبه للتاسيس ديال هاد الجمعيه جا من طرف الاعضاء اللي ربما عندهم خبره كبيره في العمل النقابي، وكيميزوا ما بين العمل النقابي والعمل الجمعوي، وعطاو في العمل النقابي وبان لهم ان حتى العمل الجمعوي في هذا القطاع، هذا قطاع النقل، خصه حتى هو نعطيه حقه، لان صراحه كنفتقروا للعمل الجمعوي في هذه المدينه هذه، خصوصا الجمعيات المهنيه. ربما على حد العلم ديالي يعني جوج الجمعيات او ثلاثه، ولكن الانشطه ما كايناش. من هذا المكان هذا كنوجه الدعوه لهذه الجمعيات هذه وكذلك لجميع النقابات لانجاح اي حدث كيف ما كان عنده علاقه بالقطاع المهني، حنا مستعدين نديروا يدنا في يد هذه الهيئات هذه وننجحوا الحدث. والحمد لله بالنسبه للحدث اليوم راه هو يعني قصد ديالو، وكنتمنى العام الجاي ان شاء الله في مثل هذا الوقت هذا بغينا شي حدث اللي يشاركوا فيه جميع الهيئات التنظيم ديالو يعني من البدايه حتى النهايه. وحنا كنمدوا يدنا لجميع القطاع، لجميع الهيئات في قطاع النقل في هذه المدينه او خارج المدينه. شكرا لكم. ولا استاذ دابا بالنسبه للجمعيه ديالكم، واش كتهتم يعني كما نقولوا اختصاصيه في اعمال الاجتماعيه ديالها مع السائقين مع بالنسبه للجمعيه ديالنا؟ هي جمعيه مهنيه الدرجه الاولى، يعني الاهتمام ديالها ومن فتحها ما نسيت ناكد من فتحها على جميع اصناف السائقين. نعم. والاهتمام ديالها بكل القضايا اللي كتهم السائق المهني، و في اطار كذلك بالتكوين، يعني راه شرفت على العديد من تكوين السائقين بشراكه مع العديد من الاكاديميات والمؤسسات. واهم حاجه يعني اللي نقدر نقول ان الجمعيه قدمتها في هذه المدينه هذه هي التسهيلات اللي كتقدم لبعض السائقين في الحصول على البطاقه المهنيه. نعم. كان الدور ديالها كبير الحمد لله، والسائقين راه هما كيعرفوها بطبيعه الحال بالتعاون مع مدرسه البغز السائقين. كنشكروها على الثقه اللي دارت فينا. اي عضو كان من طرف الجمعيه او اي منخرطه او اي شخص مهما كانت الصفه ديالو ويكون غير سائق مهني صفته لهم الجمعيه، ما كيترددوش في انه يدوز التكوين. نعم. والحمد لله يعني كنحسوا باننا كنقدموا شي حاجه للسائق المهني. نعم. سي الرئيس، حبيت كنشوفوا على حسب الاسم ديالكم انكم جمعيه يعني السائق المهني، يعني هذا السائق المهني واش مختص غير بالتاكسي الصغير كما نقولوا الصغير، او لا جميع السائق المهني؟ كما سبق لي قلت لك نعم.
جمعيه وهذه ملاحظه مهمه خص الجميع يعرفها. داكشي اللي شفنا في الاسم ديالكم فاتيبا جمعيه من فاتحه يعني جمعيه بالقانون الاساسي ديالها كتضم جميع اصناف السائقين المهنيين. وخير دليل على هذه الهضره هذه بان الرئيس الجمعيه هو عبد الربيع هذا اللي امامكم راه هو سائق حافله. نعم. في حين ان باقي الاعضاء راهما سائقين سيارات اجره وكاين عندنا سائق ديال الشاحنات. يعني هذا التنوع هذا في المكتب راه كيدل على الاتجاه ديال الجمعيه. نعم. حتى حنا كما قلت لك استاذ كنا كنعرفوا انك تسمى جمعيه مختصه بواحد القطاع ولا نقابه مختصه بواحد القطاع، ولكن اللي ترى الانتباه ديالنا هو الاسم ديال جمعيه المهنيين السائقين، يعني جمعت كما قلتي واحد التكتل، يعني اي واحد مهني سائق يكون بالنسبه لنا يعني بعد واحد الدراسه مطوله وبعد واحد المشاورات ما بين الاخوان يعني ارتئينا بان ما غنخليوش الجمعيه يعني مقتصره على واحد الفئه. لا. ان الفئه اللي معروفه عندنا في العريش هي الصنف الاول سيارات الاجره الصنف الاول والصنف الثاني، في حين ان الفئات الاخرين على حد العلم ديالي ما كاينش شي جهه كتمثلهم نهائيا، ما كاينش شي جهه نهائيا سواء سائقي الشاحنات سواء. ارتئينا حنا باننا نضموا جميع السائقين تحت لواء واحد اللي هي جمعيه الكسوس المهنيه للسائقين اللي كتجدد الترحاب ديالها بجميع السائقين وفي الخدمه ديال جميع السائقين المهنيين سواء كانوا منخرطين، المهم الصفه ديالو تكون سائق مهني مرحبا به. بالنسبه للجمعيه اي حاجه قادره انها تقدمها لهذا السائق هذا فهي راه الاشاره. حسب اللي سمعنا السي الرئيس هي ان الجمعيه دابا سائقين، يعني في اي مؤسسه كتمثلهم نتوما كتدافعوا على المصالح ديال السائق المهني اللي كان اصلا كما كنقولوا على واحد الدرجه كان مقصي الاعوام الفائته اللي كانت كتسموها هنا كنسموها اي نقابه ولا اي جمعيه كتمثل الدارجه الباترون، يعني السائق كان مهضوم الحق ديالو وكان حتى شي واحد ما كيهضر عليه. يعني هذه الجمعيه ديالكم اللي جات انها جات كما قلت تمثل الوجود ديال السائق. بالنسبه لينا حنا كسائقين ومن الاهداف ديالنا باننا نحققوا شويه ديال التوازن شويه العداله ما بين السائق ما بين يعني رب العمل. نعم. والحمد لله الحالات يعني حتى اللي ربما هضرت عليهم راه قلالين، يعني ما غاديش نجيو نقولوا يعني حالات اللي هما قلالين الحمد لله بالنسبه للمدينه صغيره على حد يعني العلم ديالي ما يعني ماشي غنجيو نعمموا، راه كاين ناس الحمد لله اللي يعني اش غادي نقول لك يعني كتخدم بالواجبات ديالها القانونيه كامل، ما يعني كنهضر على جميع الاصناف راه عندها شركات. نعم. في المدينه لا والحمد لله فتحصهم غيلقاو بان السائق المهني ربما كتعطيه اكثر من حقه اللي ممكن هو يطلب كنقابه او كجمعيه. نعم. يعني ومن هذا المكان هذا كنوجه الشكر ديالي لهذه الشركات هذه، لان احنا في مدينه الحمد لله صغيره وكل شيء يعني مدينه صغيره و يعني والقطاع عندنا محدود ماشي شي مدينه كبيره اللي